وهذا النداء نداء عظيم. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. يقول الله جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. قال بعض العلماء إن هذا النداء يدل على أن من مقتضيات الإيمان الصوم، ولذلك يقوم المؤمن بأداء ما فرض الله عليه وترك ما حرم الله عليه ليتحقق بذلك إيمانه وتصديقه لربه سبحانه وتعالى. وهذا النداء نداء عظيم. فإذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ومن هنا استفتح الله عز وجل هذه الآيات الكريمة بهذا النداء ليذكر عباده بخير صفة يتصف بها العبد، وهي صفة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. الكتب بمعنى الفرض والإلزام، فدل هذا على وجوب الصوم، وهذا هو معنى كتب في كتاب الله، هو أحد معانيها. فيرد الكتب في القرآن بمعنى الفرض، ومنه قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما في هذه الآية، وقوله سبحانه وتعالى كتب عليكم القصاص أي أوجبنا عليكم القصاص، وكذلك قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الآية في الوصية ووجوبها حينما كانت واجبة في أول الإسلام. ويستعمل الكتب بمعنى القضاء، يقال كتب بمعنى قضى، ومنه قوله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا أي قضى الله لنا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي أي قضى. ويستعمل الكتب بمعنى الأمر، ومنه قوله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس أي أمرناهم بذلك. وكذلك أيضا يطلق الكتب بمعنى الجعل، ومنه قوله سبحانه وتعالى أدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم أي جعل الله لكم. دل قوله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام على وجوب الصوم وفرضه، وهذا الوجوب دل عليه دليل الكتاب كما في هذه الآية في هذا الموضع، وكذلك في قوله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فقوله سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه يدل على فرض الصوم على المقيم الحاضر، فهذا دليل فرض الصيام في كتاب الله. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس يدل على أن الصوم ركن من أركان الإسلام، فدل على أن هذا الوجوب الذي دلت عليه هذه الآية الكريمة هو في أعلى المراتب، حيث إنه ركن من أركان الإسلام.